ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ أرجو إن انتوا تكونوا جميعا بخير. أنا يا جماعة الفيديو ده بعمله علشان خاطر ده آخر حاجة عندي أقدر أعملها مع حاجة اسمها أورنج، كانت زمان اسمها موبينيل، كانت شركة محترمة. أنا يا جماعة عندي مشكلة إن شاري خطي دو من سنة 2000، بقاله معايا 19 سنة، لحد ما التسعيرة اتغيرت بتاعة الشحن، فحضراتكم علشان تشحن يخش لك جنيه في رصيدك بتشحن بمليون جنيه. فالصراحة أنا ما شحنتش لمدة 3 شهور، فتكرمت شركة أورانج بأنها وقفت الخدمة وسحبت الخط ده. فرحت لهم يا جماعة أنا الخط والخدمة توقفت، لا وحضرتك ده ما بقاش بتاعك، الشركة خدته، ما بقاش بتاعك، ده رجع للشركة تاني. دافع فيه سنة 2000 دافع فيه 700 جنيه أيام لما كان دقيقة بجنيه 75 سعر، وانت مش ما فيش حد قدامك امل لان انت ننظر في حالتك في ان انت تقدم طلب، تقدم شكوى ونرقف بيك كده نشوف ايه. فوالله الجماعه يعني مشكورين، لقوا لي حل ان انا ابقى ايجل، اعلى ايجل عندهم اللي هو بتاع رجال الاعمال، اللي هو بتشحن لمده سنه، بتلتزم معاهم لمده 12 شهر، بتشحن كل شهر 380 جنيه لمدة سنة. طب أنا ممكن أشغله لمدة شهر، لأن أنا أصلا بعمل الموضوع ده كله مش حبا في أورانج، أصلا أورانج لا عندها لا خدمات لا في الشبكة ولا في النت ولا عروض ولا أي حاجة، أورانج كلنا عارفينها، والناس اللي موجودة عندها دلوقتي موجودة علشان خاطر حبا في الرقم حضرتك. يعني انا مضطر ان اعمل الاجراءات دي كلها علشان خاطر انا حاطط الرقم ده اللي هو 01 3 2 5 6 6 1 3 9، بيقولوا عليه رقم مميز 01 3 2 5 6 6 1 3 9، ده عندهم رقم تفصيل لو هحب ارجعه. يا الشركة خدته خلاص بقى بتاعها، دفع فيه 700 جنيه سنة 2000، ما كانش اي حد اللي كان بيشيل موبايل ايامها. فانا عايزه علشان خاطر ده حطه في الاجراءات بتاعت بطاقه التموين. بطاقه التموين الحمد لله من بعد 10 سنين استلمت بطاقه التموين، ولازم يتبعت لي الرقم السري على الخط اللي انا كاتبه في البيانات عندهم اللي هو 01 3 2 5 6 6 1 3 9. مش هعرف اشغل بطاقه التموين، ومش هعرف عن طريق ان انا التزم معاهم لمده سنه في الشهر 380 جنيه. وزارة التموين لو عرفت ان انت خطك في 380 جنيه وايجل اعلى ايجل عندهم اللي هو رجال الاعمال ده اللي الاعلام بتاعه جايبين ممثلين لابسين بدل وجرافطات عاملين كده اهو، هيروحوا موقفين لك بطاقة التموين حضرتك. فانا طالب من كل الناس اللي عندي اصدقاء على الفيسبوك انها تعمل مشاركة وشير للفيديو ده لحد ما يوصل اللي اسمها اورانج دي. انتوا الناس من حبا في ايام موبينيل والسماع للعملاء، ما معظم الناس ما بتقولش اورانج لما بتيجي تتعامل وتشحن وتعمل، بتقول موبينيل من كتر ما احنا حابين الايام دي. ف ارجو منكم ان انتوا تعملوا يعني اصدقائي على الفيس ان انت تعمل حاجة بشعة جامدة جدا، هتاخد منك مجهود جبار، يعني ان انت هتعمل بسمعك كده على شير او مشاركة، لان هو ده اخر حاجة انا هملكها الفيديو اللي انا بقى، لان هم عاملين لي هناك في اورنج حظر او بلوك على الفيسبوك، ما مش عارف اعمل معاهم حاجة هناك. انا رحت فرع سموحة، رحت فرع العجمي، رحت فرع الابراهيمية، ما وصلتش معاهم لأي شيء. ولو هشغله لمدة شهر و 380 جنيه وشهر وأعمل الإجراء بتاع بطاقة التموين ده والرقم السري وخلاص، لا أنت هتلتزم معانا في شؤون قانونية لمدة سنة، شؤون قانونية حضرتك، وهتروح يعني هناك جاي في إيه يا زميلي؟ جاي في خط محمول. فحضراتكم
لو سمحتوا تشاركوا الفيديو ده يوصل لأصدقائكم ويوصل لأورنج دي ذات نفسها، توضح حل للمهزلة اللي هي عايشة فيها دي. لا شبكة ولا سرعة نت ولا استماع للعملاء ولا ترجع لي خطي اللي بقاله معايا 19 سنة، اللي حطه في كل حتة، في مدارس عيالي، في بطاقة التموين، في كل حاجة. فانا اسف ان انا طولت عليكم يا جماعه، بس انتوا اخر حاجه هعملوها دلوقتي هم قافلين على ايه كل الطرق، من الافرع، من الفيسبوك عندهم، من كل حته. فارجو ان حضراتكم يعني، معلش ان انا طولت عليكم، تعملوا شير ومشاركه، تنشروا الفيديو ده لحد ما صوتي وصوتكم انتوا كمان، لان كل الناس بتقاسي من خدماتهم. يعني الناس محافظه علشان خاطر الرقم، محافظه على ان انها تفضل في اورنج دي علشان خاطر الرقم حضرتك، مش عشان حاجه يعني. شكرا يا جماعه، وارجو ان انتوا تنشروا الفيديو ده. سلام عليكم.